شنو الانواع ديال لي وينين برودكت؟ فوالا بعد ما شفنا شنو اللي كيخلي شي برودكت يكون وينين، غندوزو الانواع ديال لي وينين برودكت. النوع الاول هو تريندين برودكت. تريندين برودكت يعني البرودكت اللي هما غاديين في الترند، يعني تتلقى الاغلبيه ديال ستورز ملونسين هاد لي برودكت هادو. فاش كتقلب في في سباي تولز ديال فيسبوك كتلقى بان كاين بزاف ديال ستورز ملونسين هاد البرودكت. واش مزيانين اننا نخدم عليهم؟ نسولوا راسنا. اولا فيهم كومبيتيشن اللي هي طالعه فيهم الكومبيتيشن، و شورت ليفد يعني انهم المده ديال اللي انت غتستافد منهم قصيره، يعني بوسيبل تكون شهر شهرين او قل. اوكي، يعني ما غاديش يطول لك هذا البرودكت هذا اللي هو تريندينغ، غادي تريند الاغلبيه ديال ستورز تبيعوا فيه. النوع الثاني هو سيزونال برودكت. اوكي، كيما هذا البرودكت هادو راه غيخليكم ديروا بزاف ديال الموكا وباي باي الحزقه مع هاد البرودكت هادو ان شورت تايم، وسهلين باش انك سهلين باش انكم تخدموا عليهم. يعني هاد سيزونال برودكت هما اللي تيجيو مثلا دابا دابا الشتا، في وقت التسجيل ديال هاد لا فيديو هادي الشتا، مادام انها الشتا يعني البرودوي اللي ديال الشتا مثلا شي حاجه ديال الجاكيت بحال كانوا كاين البرودكت ديال الهيت الجاكيت، كاين برودكت ديال شي حاجه ديال اللي كتحيد الثلج فوق الطوموبيل، هادو كاملين تيخدموا في فتره ديال الشتاء. وكاينين عاوتاني البرودكت ديال الصيف بحال كما كتشوفوا هاد الشيء ديال الشنيوله والفرافر. المهم هادو كاملين برودكت اللي هما تيخدموا في واحد البيريود ديال الوقت، سواء تكون شتاء صيف خريف. اوكي، والنوع الثالث هو ايفرغرين برودكتس. ايفرغرين برودكتس هادو تتبيعهم في اي وقيته كيما بغات تكون، شتاء صيف خريف ما عرفت شنو شي فصل اخر ما عرفت شنو هو. وهادو لافونتاج اللي كاين فيهم انه بوسيبل تبيع فيهم لمده طويله، تبيع 3 موا 4 موا وانت كتبيع غير في هاد النوعيه ديال لي برودكت، ولا في برودكت واحد راه يطول لك بزاف، ياخذ لك مده طويله وانت كتبيع فيه. اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التايبس ديال لي وينير برودكت اللي كاينين. وقبل ما تعزل اي برودكت عرف واش هاد البرودكت هذا، مثلا كنتي غتعزل برودكت دابا وقيت الشتاء ومشيتي باغي تبيع برودكت ديال الصيف، عرف انه ما غاديش يتباع لك في هذه الوقيته هذه، غير سير بدل دير شي حاجه اخرى ولا قلب على برودكت اخر. وهذا ما كان، يلا السلام عليكم.